ان شاء الله النهارده هنبدا نكمل المواضيع بتاعتنا اللي كنا بدانا فيها. لو تفتكروا كويس، احنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت على الجلانس، صح؟ وكنا عملنا الايمج او الايمجز بتاعتنا، خدنا 2 ايمجز كده، واحده كانت خاصه بسنتوس والتانيه كانت بأوبونتو، وريتك ازاي تكستمايز اي ايمج انت محتاج تعملها كستمايز. ممكن تعملها كستمايز بفيرت بيلدر. فيرت بيلدر بكل بساطه يعني هو يعتبر احسن تول موجوده ممكن تستخدمها. مش عايز تستخدمه ما تستخدموش، الموضوع يرجع لك. بالمناسبة، حد فيكم عارف جيست فيش؟ عارف ان انت ممكن تماونت الايمج اللي انت عملت لها داونلود دي لوكالي على السيستم بتاعك وتاكسس الملفات بتاعتها كانها ديسك اتاتش بالمكنه بتاعتك؟ انا قريتها في الدوكيومنت بتاع الفيرت بيلدر ده، كان شارحها في الدوكيومنت اللي قبلها، قال لك بص على ديت عشان تبقى فايل سيستم. معايا بس بكل بساطه، الايمج اللي جالك دي عباره عن فايل، صح؟ الفايل ده له فورمات زي الديسك بالظبط. لما يكون عندك بارتيشن، البارتيشن ده اللي بيكون له فورمات معين، سواء كان اي اكس تي 4، اكس اف اس، جي اف اس 2، ايا كان الفورمات بتاعه يعني. فانت البارتيشن اللي عندك ده بتعمل له ماونت وبتاكس الملفات اللي موجوده جواه، صح؟ الايمج اللي عندك دي برضو عباره عن، ما هي اعتبرها كانها ديسك وله فورمات فايل، بس بيستخدم في صوره ايمج. فانت ممكن تعمل له ماونت لوكالي عندك وتعدل فيه وتعمل اللي انت عايزه زي ما انت عايز. بالمناسبه يعني، ما علينا، ايا كان، اكيد هنخبط فيها في مرحله ما واحنا ماشيين كده هنخبط فيها، بس عشان ما نضيعش وقت. النهارده هنتكلم على السيرفيس جديده خالص، او بلاش سيرفيس بقى، كومبوننت جديد خالص من الكومبوننتس اللي موجوده في الاوبن ستاك. هنتكلم النهارده على النوفا. النوفا اللي هي الكمبيوت سيرفيس. خليني كده اعمل شير لل او ابدا اجيب كده وايت باد. طيب لو تفتكروا احنا اتكلمنا على في البدايه خالص، اتكلمنا ان انت عشان تعمل فيرتشوال ماشين اصلا، صح؟ فاكرين؟ لو انا عايز اعمل فيرتشوال ماشين، الفيرشوال ماشين دي قلت لك انت محتاج شويه حاجات، صح؟ اولا انت محتاج هاردوير تمبلت. قلت لك الهاردوير تمبلت دي هتحدد لك الماشين دي هتستهلك ريسورسز قد ايه، هتحجز لها ريسورس قد ايه الماشين دي تقدر تستخدمها، اللي هي بنسميها عندنا حاجه اسمها فليفر. خلاص؟ فلما اقول لك فليفر بكل بساطه بالنسبه لك دي ما هي الا عباره عن تمبلت الهاردوير. يا عم انت هتاخد كام سي بي يو، انت هتحجز لك قد ايه رام، هيتحجز لك قد ايه ديسك، وهكذا. ها، في مشكله كده؟ قلت لك انت محتاج برضو عشان تكريت فيرشوال ماشين، فاحنا عاده بنستخدم او بنجيب الفيرشوال ماشين دي عباره عن ايمج، والايمج دي ها بتكون ايه؟ بري كرييتد، صح؟ صحيح. جميل. طيب عشان تكريت فيرتشوال ماشين بقى، انت محتاج كمان الفيرتشوال ماشين دي غالبا هتعمل لها اتاتش لنتورك معينه، صح كده؟ تمام. زائد محتاج الايمج اللي انت سحبتها دي، ما الماشين لازم يكون ليها ديسك، فانت لازم يكون عندك سيرفيس بتوفر لك الديسك ستورج او بتوفر لك الاستورج سيرفيس دي، صح كده؟ هتسحب الايمج، هتسحبها، بعد ما تسحبها هتاخدها توديها فين؟ ما انت لازم تكري الديسك للفيرتشوال ماشين دي، او فيرتشوال ديسك للفيرتشوال ماشين اللي انت هتعملها دي، والفيرتشوال ديسك ده هيتخزن في مكان ما، صح؟ مش هيتحط كده في الهواء. فانت لازم يكون عندك سيرفيس مسؤوله عن ها الايه؟ ستورج. الاهم من دول كلهم بقى، يعني شوف انا عمال اقول لك كل دول، احنا اتكلمنا على الايمج سيرفيس دي، صح؟ وقلت لك كمان ان السيرفيسز دي كلها عشان تتكلم لازم تروح تعمل اثنتيكيت، فلازم تجيب كل التوكنز منين؟ من الكيستون. فاتكلمنا على دي واتكلمنا على دي، صح كده؟ طيب لسه ما اتكلمناش على دي ولسه ما اتكلمناش على دي، والاهم من دول كلهم بقى اللي بتروح فعليا تشغل لك الفيرتشوال ماشين، السيرفيس اللي اسمها نوفا. ايه النوفا دي؟ النوفا دي هي عباره عن الكومبوننت، هي مش سيرفيس، هي كومبوننت بكل بساطه، فيها اكتر من سيرفيس. هو الكومبوننت او الكمبيوت كومبوننت، خلينا كده، الكمبيوت كومبوننت الموجود في الاوبن ستاك اسمه نوفا بكل بساطه. يبقى الكود نيم بتاع البروجكت ده اسمه نوفا،
يبقى الكمبيوت سيرفيس خلاص اللي هتشغل لي الفيرتشوال ماشين نفسها بقى، دي بقى اللي هتباور اون الفيرتشوال ماشين نفسها. طيب هي الكمبيوت دي او النوفا دي، لو اتكلمت كده على النوفا، هي النوفا دي انا ممكن اعتبرها في وجهة نظركم كده، ده سؤال، هل ممكن اعتبرها ان هي هايبرفايزر؟ ها ممكن لا، الحقيقه ان الكلام ده كله كلام فاتي، ما ينفعش تعتبر النوفا هي هايبرفايزر، لان النوفا دي بتستخدم الهايبرفايزرز اللي موجودين حاليا. النوفا دي ممكن تستخدم كي في ام، انا بكلمك في الوقت الحالي النهارده، النوفا دي ممكن تكلم اسمه ايه، في موير اي اس اكس اي، طبعا مش بتتكلم على اي اس اكس اي بشكل مباشر كده، بتتكلم على الفي سنتر وبتاع، بس ممكن اعتبرها بتتكلم على الهايبرفايزر نفسه اللي هو الاي اس اكس اي في الحاله بتاعتنا، بتتكلم على الهايبر في، عارفين مايكروسوفت هايبر في؟ خلاص؟ بتتكلم مع سيدريكس. مع الريف كمان. ما هو الريف أي ما كي في ام صح؟ أنا بكلمك على الهايبرفايزر ليفل. خليك فاكر الحتة دي. طيب، معنى كده إن النوفا دي هي هايبرفايزر أجنوستيك، يعني هي حاجة محايدة جدا صح؟ هي مالهاش علاقة، أنا هبعت للنوفا الكوماند أقول لها يا نوفا لو سمحتي أنا عايز أشغل فيرتشوال ماشين. فتروح النوفا حسب ما هي كونفيجر تتكلم الباك اند هايبرفايزر، تقول له يا هايبرفايزر يا اللي اسمك كي في ام شغل لي الفيرشوال ماشين دي، او يا هايبرفايزر يا اللي اسمك اي اس اكس اي روح شغل لي الفيرشوال ماشين دي، او يا عم سيتريكس او يا عم هايبر بي شغل لي الفيرشوال ماشين دي. ها وضحت النقطه دي؟ فانا مش عايزك تقتنع او تعتقد ان النوفا هي هايبرفايزر مستقل بذاته، لا، النوفا ما هي الا فرونت اند الاند يوزر او الريكوست بيوصل لها، سواء كان بقى الريكوست ده جاي من الاند يوزر بشكل مباشر او كانت سكريبت انت عاملها او كانت اوتو سكيلينج انت عاملها، ولسه هنتكلم عن اوتو سكيلينج في المستقبل ان شاء الله، اوتو سكيلينج سكريبت عملت لانش للانستنس جديد ولا حاجه، المهم ان الريكوست الاي بي اي ريكوست بيوصل لها هنا يقول لها يا نوفا لو سمحتي انا عايز اعمل فيرتشوال ماشين، فتقوم النوفا دي تشوف الريسورسز اللي موجوده عندها، ها الماشين دي انا ممكن اشغلها واحطها فين، وبناء عليه بتروح تكلم الهايبرفايزر ده، ها تقول له لو سمحت او ده او ده ايا كان فيهم مش فارقه، لو سمحت يا عم الحاج صباح الفل انا عايز اشغل الماشين بتاعتي دي. وضحت النقطه دي ولا لا؟ معلش سؤالين، بتكلم الهايبرفايزر ايوه ولا بتكلم المانجر بتاع الهايبرفايزر؟ ما هو الهايبرفايزر ما هو الا مانجر صح، مش هتروح تكلم الكيرنل موديول تقول له يا عم زعبول انت لو سمحت شغل لي الحاجه دي صح، فلازم يكون النوفا دي لما بتيجي تتكلم بتتكلم مع اي بي اي ثانيه صح ولا انا غلطان بالعقل؟ هتكلم الـ SXI host ولا الـ SXI manager اللي هو الـ vCenter؟ في الحالة الطبيعية انت لما تيجي تكونفيجر النوفا بتخليها تكلم المانجر نفسه، بس لما هي بتبعت ريكوست للمانجر بتبعته عن طريق اي بي اي ريكوست، الاي بي اي ريكوست ده بقى المانجر يبعته للهايبرفايزر براحته، بس في اخر الفكرة نفسها ان النوفا مش بتكلم كيرنل موديول تقول له اعمل الحكاية دي، النوفا بتروح تكلم المانجر او الهايبرفايزر مانجر تقول له شغل لي كذا. وضحت؟ تمام فهمت. هيبقى في فيرتشوال انفيرمنت كامله موجوده، مش هاكت از مانجر هي. تمام ايوه، يعني النوفا دي مالهاش كيرنل موديول، الكيرنل موديول ده هو اللي هيروح يلانش الفي ام بنفسه. خليك فاكر النقطه دي. ها؟ وضحت؟ تمام. معنى كده ان انت لو بتديبلوي نوفا فانت لازم يكون عندك ها باك اند ايه؟ هايبرفايزرز ايا كان نوعهم بقى، عايز تروح هايبر في روح، عايز تروح كي في ام روح، عايز تروح اي اس اكس اي روح، والله دي مشكلتك انت. وضحت النقطه دي ولا ايه؟ بس احسنهم طبعا الكي في ام. مفيش حاجه اسمها احسن ومفيش حاجه اسمها اوحش، كل حاجه ليها يوز كيس، انت عايز تعمل ايه؟ خلاص؟ زي ده بالظبط عامل زي واحد بيقول لي العربيه الكامري احسن ولا النيسان ماكسيما احسن؟ يا عم الحاج كل واحده فيهم ليها او كل واحده فيهم مميزات وعيوب، ليه هتروح تستخدم دي؟ ها عايز تدلع نفسك وتحس ان انت كده قاعد في مكان فخم ولا بتاع روح في ماكسيما، عايز تركب عربيه ما فيش فيها اعطال كتيره وتمام زي الفل روح اركب كامري، الاثنين مش عاجبينك سيب الاثنين وروح اركب الاكس مثلا لكزس مثلا وهيبقى احسن لك من الاثنين، والله الثلاثه مش عاجبينك وعايز تركب حاجه افخم منهم روح اركب انفينيتي على قد فلوسك خلاص. فالموضوع بقى عباره عن ايه؟ زي ما بقول لك كده، ايه المميزات وايه العيوب؟ انت راجل غني ومعاك فلوس وتمام التمام وزي الفل، روح اركب بنتلي او رولز رويس. ها؟ مفيش معاك؟ روح للحاجات الاقل يا عم اللي على قدنا احنا ناس غلابه.
مفيش معاك روح للي بعده، مفيش معاك روح للي بعده، على حسب. والموضوع مش مجرد برضه فلوس، يعني احيانا ممكن يعاك فلوس بس مفيش جدوى اقتصاديه، فاهم قصدي؟ يعني انا واحد واحد عايش في مصر مثلا وعارف وليكن مثلا ان انت لو رحت جبت عربيه موتورها اعلى من 1600 سي سي هتيجي الدوله تدفعك 140% ضرايب، تمام كده؟ يقول لك يا عم انا ايه اللي يخليني اروح اركب بنتلي ولا روز رويس ولا اجيب حتى ماكسيما موتورها 3500، الدوله تنفخني وتدفعني ضرايب قد كده عشان اجيب العربيه، اجيب العربيه ب 2 مليون جنيه ولا 3 مليون جنيه وهي تمنها اصلا ما يسواش حاجه. ففي حاجه اسمها جدوى اقتصاديه، صح؟ فانت لما تيجي انت بما ان انت المفروض يعني حد فيكو لو انت بتتكلم النهارده، خليني اعزف ده كانت بتحذف مين كلير اهي، فانت بتتكلم النهارده اللي هيحكمك شويه حاجات، ايه البرفورمانس اللي انت محتاجه؟ ايه الكوست اللي هتتكلف قد ايه؟ وهل الكوست ده فعلا متناسب؟ هل الجدوى الاقتصاديه متناسبه؟ يعني هل انا راجل معايا فلوس كتيره ممكن اروح اشتري في ام وير واريح نفسي وخلاص والموضوع انتهى؟ ممكن اروح اخد سبورت من ريد هات على اوبن ستاك مثلا واشغله تمام التمام وزي الفل، ولا انا محتاجه بيلد بايديا من الالف للياء؟ ها خلاص، البرفورمانس، الكوست، المانجمنت، الاوفر هيد عليك هيبقى ايه، الناس اللي عندك، التكنيكال تيم، هل عندك تكنيكال تيم كده كويس ومش عامل ازعاج، ولا واحد زي محمد ماهر طول النهار هيقعد يرزع فيك اسئله لما يخرب بيتك؟ ها ولما حاجه تقف هيسيبك ويجري ويخلع ويقول لك ماليش دعوه بيها روح افتح كيس مع الفندور. لحد فلوس السبورت اللي احنا دافعينها يا باشا. بس ما انا بقول لك اهو، ما انا بقول لك روح افتح كيس مع الفندور وريح نفسك. طيب الكوست بتاع المانجمنت ده، بص هو الموضوع بيحكمك شويه عوامل، انت المفروض دورك تبدا كده تعمل كده مقارنه بين العوامل دي كلها من ناحيه البرفورمانس والكوست والمانجمنت، الابجريدز لما تيجي تعمل ابجريدز الموضوع سهل ولا صعب، ولا ايه في ابجريد باث موجود ولا لا؟ ما انت مش تفضل على نفس الريليز اللي انت موجود عليه، صح؟ صحيح. الكوميونتي سبورت بتاعها شكله عامل ازاي؟ هل في كوميونتي ليها ناس ترجع تسالها لما تحب تعمل حاجه؟ ما انت مش كل شويه تروح ترجع للفندر والا الفندر هيقول لك يلا يا ابننا اتكل على الله، صح؟ الفندر برضه بيتخانق، ما هم بني ادمين وطول النهار عمال تسال فيهم، تسال اسئله اسئله اسئله، لما طلعت عينيهم وعينين اللي خلفوهم يقول لك يلا يا حبيبي، هتلاقي الكيسز بتاعتك اي حد يبعت كيس ولا بتاع هتلاقي الفندر اتخانق منك وبيرد عليك من مناخيره ومش طايقك. بس في ساعتها هتروح للكوميونتي تروح تبص الناس ايه، الناس دي بتخبط في مشاكل شكلها ايه، نوعها ايه، الكلام ده كله لازم تحطه في الاعتبار. المفروض كده تبدا تعمل مقارنات بينهم وتشوف اه ده في كذا، لا ده ما فيش فيه كذا، لا شيل ده، لا حط ده، خلاص يبقى انا هختار السوليوشن الفلاني. تمام؟ طيب امثله على كده، الكي في ام، انا اللي بقول لك اهو الكي في ام اسرع من الاي اس اكس، خلاص؟ واسرع بشكل ملحوظ يعني. طيب في نفس الوقت الكي في ام رخيص. بصراحة يعني أكتر حاجة هايبر فايزر عندي يعني ده سريع رخيص. بس ثانية واحدة بس، أنت لما تروح تديب انتربرايز سوليوشن هيبقى عندك في تو سوليوشنز موجودين، يا إما هتروح الكي في إم، يا إما هتروح للريف، يا إما هتروح لمين؟ للفي سفير. خلاص؟ طيب رحت للفي سفير فأنت هتدفع هنا رقم وقدره، لكن في المقابل هتلاقي سبورت من في موير، زائد هتلاقي الكوميونتي بتاع في سنتر او بتاع الفي سفير ده كبير جدا، في الاف من الكاستمرز موجودين. طب لو رحت الكي في ام هروح اخد ريف، بس ريف هتلاقي الكوميونتي بتاعها اقل بكتير مقارنه بمين؟ بالفي سفير، صح؟ فانت لازم تبدا توازن، هو انا ده هينفعني مناسب ليا ولا لا؟ فالموضوع مش كله عباره عن سرعه وفلوس وكلام من ده، لا، انت هتبدا تقارن في حاجات تانية. المانجمنت اللي انت شايفه ده، الاوفر هيد ده، والكوميونتي الاثنين دول من اكتر العوامل المؤثره في اي حد لما يختار سوليوشن. انت ممكن تكون بالنسبه لك دلوقتي شايفهم ان هو مش مهمين قوي، لكن لما تتحط في انفايرمنت ويكون اللود عليك كبير والغلطه بحساب والناس بيحاسبوك ايه ده الدنيا دي الحاجه دي وقفت ليه او وقعت ايه الدقيقه اللي فاتت دي، وتبدا تتحاسب بالدقيقه، وفعلا يكون عندك بلاوي شغاله بالدقيقه، عندك بيلينج سيستم مثلا، خلاص، والبيلينج سيستم ده لو وقف لحظه واحده الدنيا كلها راحت في مصيبه، الناس هتبدا بقى تقول لك تعالى حبيبي انت بتعمل ايه، انت قاعد شغال بتعمل ايه،
مش مثلا زي واحد صاحبنا الدنيا عنده بتقع بالست ساعات ومفيش عنده اي مشكله، ولما الفندور يرد علينا نبقى نشوف المشكله ونحلها. فانت المفروض توازن وتشوف هو انا الكوميونتي ده هينفعني ولا مش هينفعني ولا ايه بالظبط. طب المانجمنت الابجريد باث بتاع السوليوشن ده، السوليوشن ده الـ مش الابجريد باث بقى، خلينا نتكلم على كنا بنسميها اللهم صل على النبي، نسيت الاسم، كان اسمها ايه؟ وخلاص نسيت حتى اسمها، يعني مش عارف دماغي باظت اساسا. تعمل ايه بكل بساطه العمر بتاع السوليوشن ده، لو بلان ان هو يشتغل معاك خلال ال 10 سنين اللي جايين، ولا ممكن بعد سنتين يبقى دي كوميشن. ده ما انا مش هعمل سوليوشن النهارده وبعد سنتين ثلاثه اروح ارميه في الشارع، صح؟ لايف سايكل، اللايف سايكل ده اللي هو الريليز اللي بعدها. لا، كان في حاجه ثانيه، كان ليها مصطلح، يعني في مصطلح باسمها كده غير اللايف سايكل. لا نسيت حتى اسم المصطلح، نسيت والله. يعني اعمل لكم ايه؟ طيب ما علي. المهم ان العمر بتاع السوليوشن ده لما اجي اعمل له بروفيجن عندي، هل في بلان واضحه من الفيندور يقول لي انا هديك سبورت على السوليوشن ده لمده قد كذا؟ طب هل في بلان في الافق للفيندور ده ان هو يتلاعب بيا؟ حد فيكم عارف الخوازيق اللي بتيجي لموضوع الفيندورز دول، صح؟ فجاه كده فيندور النهارده بيبيع سوليوشن بكوست، ها السوليوشن ده اتشهر، بعد سنتين بقى بكوست قد كذا، او السوليوشن ده كان بيتباع بكوست تمام، وبعد كده بعد فتره جه الفيندور ده راح قال لك بص انا هسيب لك انت عشان تعمل ابجريد الفيتشرز القديمه اللي عندك دي بالكوست ده، انا ضفت فيتشرز فيتشر اكس واي وزد، عايز تاخدهم الجداد دول؟ لا، يبقى انت هتدفع لي ضعف الرقم ده، تمام؟ فانت لازم تحط الحاجات دي كلها في اعتباراتك. تاريخ الفيندور ده ايه؟ هل تاريخه منيل ب 60 نيله وكل شويه يحصل عنده خوازيق وتيجي ترفلكت عليا، ولا تاريخه كويس والناس دي محترمين في السبورت وعندهم بلان واضحه؟ عندي كده في اللايف سايكل بتاع البرودكت ده انا معروف ان البرودكت ده اتعمل له ريليز يوم كذا، هيفضل سبورتد ليوم كذا، وهيكون في عندي اكستنشن للسبورت اليوم كذا، وهيكون في ريليز جديد ظهر لي في الوقت ده، والريليز الجديد ده هيكون في ابجريد باث من ده من اكس لواي، واقدر اعمل ابجريد من غير اي مشاكل، او اعمل ابجريد حتى لو مساعده الفندور. فالحاجات دي لازم تحطها في اعتبارك، فاهم قصدي؟ ايوه يا باشا. في فندورز برضه يعني ايه يروحوا قافلين المشاريع الاوبن سورس عشان يغلوا السعر بتاعه بعد كده زي ريد هات. ما هو برضه صح، عندك حق عندك حق، بس انت غلطان في حاجه. بس استنى بس ثانيه واحده، ما انت لما تقول اوبن سورس، هو تعالى انا بس اسالك كلمه اوبن سورس يعني ايه بالنسبه لك؟ يعني سورس كود متاح لاي حد ان هو ياخده يعمل له كومبايل او ريكومبايل. هل معنى الحته دي كل يوم حد يقعد يفتي فيها مش عارف ليه، هل معنى الاوبن سورس ان الباينريز متاحه؟ الباينري هنا اقصد الكومبايلد كود. لا مش شرط. ولا معناها ان السورس كود متاح؟ السورس كود بس مش الباينري. طيب ادخل كده على ftp.redhat.com دلوقتي حالا، وان ما لقيتش السورس كود بتاع كل حاجة تقريبا عندها متاح. يا عم تعالى هنا كده. بص كده باقي ده اللي قدامك ده. يمكن السورس كود بتاع الباينري كمل كده، افتح مثلا ماشي، هتلاقي الباكجات بقى والسورس كود بتاعها، صح؟ اتوقع كده ده الار بي ام الباينري بتاعها كمان. ايوه ده الباينري. اقعد بقى ادور على الاف تي بي ده، هتلاقي السورس كود كله اللي انت عايزه هتلاقيه موجود قدامك. دور بقى فيها، ربنا يديك الصحة، ودور فيه زي ما انت عايز. السورس واحدة من السوليوشن اهو، السورس قدامك اهو، 3 سكيل مثلا. 3 سكيل ده بيتباع بمبلغ وقدره في ريد هات، صح؟ بس هل معنى ان هو اوبن سورس، هل معنى ان هو اوبن سورس ان انا هديك الباينري دول ولا هديك السورس كود ده؟ السورس كود. طب خلاص روح يا حبيبي خد السورس كود واعمل له كومبايل بنفسك.
ما انا ما هو ده اللي انا بقوله بقى. كل يوم اقول نفس الكلمه، لو انت راجل فنان وبتفهم وتمام وزي الفل، مش بتفهم هنا معناها بقلل من قدرك، لا، لو انت تقدر تعمل حاجه زي كده اعملها، صح ولا انا غلطان؟ طيب الباينري ده موجود على فكره، كل السوفت وير بتاع ريد هات كل الباينريز متاحه مجاني. مش مصدق؟ روح اعمل حالا واعمل اكونت على ريد هات، روح اعمل ريكويست ايفالويشن، هتلاقي كل السوفت وير تحديدك اعمله داونلود. صحيح. واعتقد ان انت عارف حاجه زي كده، بالتالي دي حاجه مش مستخبيه عليك. الديفلوبر سبسكريبشن فاتح لي كل الريبو لريد هات، حتى اوبن ستاك وانسبل تاور، كل حاجه، كل حاجه هتلاقيها موجوده. بس هي الفكره، انت شغال في شركه صح؟ انا بكلمك انت محمد يا ماهر، بما ان انت رفعت السؤال ده، انت شغال في شركه، الشركه بتاعتك دي بتقدم خدماتها بشكل مجاني؟ لا طبعا. طيب المكالمات بفلوس. ايوه، انت بقى اخر الشهر مش بتقف للشركه دي كده اخر يوم في الشهر تقول لهم هاتوا المرتب؟ اه وش طبعا. صح، الحمد لله. معنى كده ان انت كمهندس شغال وبتاخد مرتب. طب انت فاهم ان ريد هات ولا اوراكل ولا اي شركه ايا كانت، شركه اسمها زعبولة حتى على كبير السلم، هتروح تجيب لك مهندسين يقعدوا يشتغلوا ليل نهار ويعملوا كومبايل السورس كود ده ويشوفوا الباجز اللي موجوده فيه ويحلوها ويفتحوا سكيورتي ريكويستس وقاعدين يعدلوا خوازيق من هنا للصبح، لو قعدت اكلمك عليها مش هنخلص. تفتكر ان هي الشركه دي هتجيبهم لك تقعدهم ببلاش؟ ها؟ عشان في اخر حاجه او في المنتج النهائي تديه لك انت وانت قاعد في البيت، او مش وانت قاعد في البيت، تديه لك وانت قاعد في شركه، الشركه دي بتاخد فلوس، تبقى دي الشركه دي بتشتغل وتديك الحاجه ببلاش وانت بتاخدها وتديها للناس وتاخد عليها فلوس بالعقل يعني. هتجيب اجل الشركه صح؟ بتنق علينا يا ابني، ما انت اللي سالت، انا مش بنق عليك ولا، انا اصلا ما اعرفش انت شغال متنيل فين. ما هو منطق برضه صح؟ طيب يا مصطفى نرجع بقى للسؤال، بما ان انت فتحت الموضوع ده فالموضوع ده لازم له اجابه واضحه يعني. ليه بقى سنتوس؟ ليه سنتوس؟ ها؟ اتقلب لسنتوس ستريم. انت استفزتني الصراحه في الحته دي جدا، فلازم بقى توضيح. بص، في حاجات ما ينفعش تتقال، في حاجات ما بينفعش تتقال. انت شغال في انتربرايز كده محترم، في حاجات ما ينفعش تتقال. اقول لك على حاجه، اكبر مشكلتين بيقابلوا الناس جوه ريد هات، انا مثلا انا بكلمك على نفسي، انت عارف ان في كاستمرز لحد النهارده ما زالوا مشغلين على ريل 5 وريل 6 وفي 4 كمان على فكره عادي. لا لا، ما شفتش فور من زمان جدا، بقى لي عمر ما شفتش فور. حد فيكم عارف الحكايه دي؟ النهارده احنا في ريل 8 صح؟ انا انترنالي جوه ريد هات بقيت بشوف ريل 9 قدامي دلوقتي، وناس عاملين ديسكشنز عليه، وفي بروبوزلز وار اف سيز وفي افلام هندي بتاعت ريل 9. ريل 9 المفروض ان هو هيكون ريليزد بعد سنه وشهرين من النهارده، او لا سنه وثلاث شهور من النهارده بالظبط. طيب اقول لك على حاجه كوميديه اكتر، اكتر من 99% من الهاردوير اللي موجود في السوق ما زال نوت سيرتيفايد لريل 8 لسه. امال هم عاملين البرودكت ايه نفسهم ولا؟ خلاص انا بقول لك اهو، 99% من الهاردوير ما زال نوت سيرتيفايد لريل 8. امال هيبقول مين يعني؟ ما انا جاي لك اهو في الطريق. الهاردوير اللي سيرتيفايد لريل 8 لو قارنته باجمالي الهاردوير اللي موجود هتلاقي حاجه قليله جدا. طيب اقول لك على حاجه كوميديه اكتر، انت عارف التيليكو بروفايدرز مثلا؟ التيليكو بروفايدرز دول زي بكلمك على نوكيا، هواوي، اس تي سي. انا اس تي سي ممكن اقول عليها بروفايدرز يا ابني؟ رد يا حاج، انا مستني الرد بتاعك. اس تي سي بروفايدر؟ لا. طيب انا مش هشتمك عشان احنا لسه على الصبح واحنا يوم جمعه، بس زي اريكسون، نوكيا، هواوي، اريكسون، التيليكو بروفايدرز دول السوفت وير بتاعهم اللي مشغل لك كل شبكات الموبايل اللي قدامك ديت، ها؟ ما زال لحد النهارده يا اما ريل 6، وفي بعض محاولات ان هو يكون شغال على ريل 7 كويس كمان، يعني في منهم نقلوا على ريل 7 فعليا. ما شفتش ولا واحد فيهم قلب على ريل 8. انت متخيل الكوميديا اللي بتحصل في الموضوع؟ يعني ريل 9 هيبقى ريليزد خلاص، وريل 8 اصلا ما فيش حد سيرتيفايد عليه لسه.
مش قادر تستوعب. ماشي فهمت. لا الموضوع اعمق من كده بكتير. عارف اعمق من كده بكتير ليه؟ تخيل لو انت شركه بتقدم سيرفيسز للعالم كله مشغلها، يعني اكبر 500 تيليكو مثلا بيستخدموا ريد هات برودكتس، غالبا يا اما اوبن ستاك يا اما اوبن شيفت، مش غالبا بقى، اكيد ريل موجود، اكيد ما فيش فيها كلام، وساتلايت طبعا. مش عايز اقول لك بقى على الميدل وير شغال قد ايه، خلاص بتتكلم على الجي بوس، بتتكلم على الثري سكيل وغيرهم. المهم نرجع لموضوعنا، التليكوز دول ما زالوا على فيرجنز قديمه جدا، مش عشان التليكو هو عايز يكون على فيرجن قديم، التليكو نفسه الصبح يبقى على ليتست فيرجن، لكن لان البروفايدر ها ايا كان بقى، سواء كان نوكيا او هواوي او اريكسون، ايا كان الثلاثه الكبار دول، الثلاثه الكبار دول لحد النهارده ما زالوا ها مش سيرتيفايد على ريل 8. طيب ايه الكومبليكيشن؟ ايه طيب ما تسيبهم يا عم على ريل 6 صح؟ ما انت اسهل حد يعني واحد زي محمد ماهر يقول لك، بقول لك ايه، سيب السيرفر زي ما هو، ولا ابجريد ولا زفت، ما دام شغال ما حدش يقرب له. إيه عادي يكون واحد يفكر في كده صح؟ الموضوع بسيط. لا الموضوع مش بسيط. ليه؟ لان ريل 6 ده كان مبني على كيرنل فيرجن ايه؟ اللي هو ديبريكيتد اصلا. اللي هو اصلا ما فيش حد بيسبورت، ولا كوميونتي بيسبورت، ولا شركه بتسبورت، ولا اي حد بيسبورت له اساسا. صح؟ الراجل ده لما يحصل معاه مشكله، انا كشركه، انا حتى كشركه هجيب له منين ديفلوبر يعدل في الكود اللي كان مكتوب من 12 سنه فاتت؟ ها انا بكلمك على باكج واحده بس، اللي هي الكيرنل باكج، مش بكلمك على بقيه السوفت وير زي الجي سي سي مثلا. صح؟ مش بكلمك على البايثون نفسها، ما انا مربوط بالكوميونتي صح؟ العالم كله متربط ببعضه. البايثون مثلا اتنين ده مش السبورت بتاعها انتهى؟ ما حد يرد عليا يا جدعان، انتوا مش شغالين في الاي تي برضه عارفين الكلام ده؟ طب ما هي دي مصيبه. بايثون 2 انتهى 2019. ايوه طب ازاي انت بقى كريد هات عمال تقول لي ان ريل 6 مثلا ما زال في السبورت، ولسه بسبورت كيرنل 2.6 اللي هو اصلا الاب ستريم كوميونتي، الكيرنل دوت اورج لو دخلت عليه كده هتلاقي 2.6 ده اصلا بره خلاص انتهى. ها ادي يا عم كيرنل دوت اورج. بص السبورت ده عندك منين؟ ضربات وخمسات كلها، مفيش تلاتة حتى. انت فاهم التعقيد عامل ازاي؟ انا بكلمك على باكج واحده اللي هي الباكج بتاع الكيرنل بس، مش بكلمك على بقيه الباكجز بتاعت السيستم، يعني انسى الباقي ده كله، الباقي ده كله ايه انساه. حد فاهم حاجه ولا ايه؟ ولا ايه النقطه مش واصله؟ طيب. انا كشركه مقعده لك مجموعه كده من المهندسين، المجموعه دي على فكره رقم مخيف، يعني مئات من المهندسين قاعدين لك كده ليل نهار عشان يدوا لسيادتك سبورت على ريل 6 على الباكجز القديمه دي. ما انا برضو مش هقعد لك الناس دي مدى الحياه صح؟ تمام. بعد فتره انا كمان لازم انقل على الريليز اللي بعده. فانا اصلا حاليا انا كشركه بديك سبورت على حاجه السبورت بتاعها ملوش اب ستريم كوميونتي يعدل فيه او يفكس اي مشكله، اي باك تظهر، الباك دي بقى ممكن تكون ريليتد بالسكيورتي، تبقى مصيبه. يعني لو اكتشفنا ان كان في باك في الجي سي سي وليكن 4.5 مثلا او 4.6 كمثال، مثلا بدي مثال، اي فيرجن نمبر اي كلام، يعني اكتشفت ان كان في سكيورتي باك هنا بتسمح لي ان اي حد يلوجن كروت عند ايفنت معين، لو كتب مثلا 3 حروف او 4 حروف بشكل معين فالراجل ده يقدر يعمل لوجن كروت، ها زي السودو فالنرابيليتي اللي ظهرت من كام يوم دي. ايه الوضع بقى مع الكاستمرز اللي لسه شغالين ريل 6؟ ها راحوا في 60 داهيه خلاص، راحوا في داهيه خلاص. تمام. السؤال بقى يا معلم، ايه اللي جابنا من هنا من سيتوس ستريم لهنا؟ بس اسمع بس، ما انا جاي لك اهو، اسمع انا جاي لك اهو. طيب اذا كان انا عندي في مشكله دلوقتي في الابجريد صح؟ تمام حلو قوي. طيب ارجع بقى كده مره ثانيه، نرجع لاول المشكله بقى، اول الاصل المشكله ايه يا عم؟ العلاقه بين ريل وسينتوس ستريم قبل ما اقول لك العلاقه، استنى بس على اركن دي على جنب كده دقيقه واحده بس.
تعال نفتكر كده كويس، هو ريل وزانتوس شغالين ازاي. هو الاول في دوره وبعد في دوره ريل، صح كده؟ ومن ريل كان بيطلع مين؟ سانتوس، صح ولا كلامي غلط؟ تمام. فكنت دايما بتلاقي فيه لاج كده ما بين ريل وسانتوس، ريل يتعمل له ريليز بعدها مثلا بشهرين بشهر يبدا سانتوس يتعمل له ريليز، صح؟ بالظبط. طيب استنى بقى عندك، استنى بقى عندك. انا دلوقتي عندي مشكله حقيقيه موجوده في العالم كله. ايه المشكله؟ ان الفندرز لما يجي تست اي سوفت وير بتاعه بيحاول يتست السوفت وير ده على ها الريل، صح؟ اكيد مش مفيش فيندور في الدنيا هتلاقيه يروح يتست على فيدورا مثلا، لان فيدورا التشينجز اللي فيها بتتم بشكل سريع جدا، صح ولا غلط؟ ده على طول كل يوم شيل باكج، حطه باكج، شيل حط شيل، حاجه قمه القرف اللي في الدنيا. تمام كده؟ تمام. ما تنفعش الحاجه انتربرايز بشكل كبير، شركه بترول مثلا، بنك، حكومه، وزاره الدفاع مشغل عليها حاجه، انظمه مثلا زي الغواصات مثلا، مش هتشغل حاجه زي دي على فيدورا يعني، مش لدرجه. ممكن تشتغل، ممكن، مش بقولك مش ممكن، لا ممكن، لكن فيدورا مشكلتها التشينجز اللي فيها بتتم بشكل سريع جدا. انت عايز حاجه لونج تيرم سبورت، حاجه تشتغل 10 سنين مثلا. تمام كده؟ طيب حلو، نرجع بقى للفيلم بتاعنا. الفيندرز بقى كل ما تيجي تسال فيندر، يا عم يا اللي اسمك نوكيا، انت يا حاجه، انت ليه ما بتحاوليش تعملي تيست على ريل بشكل مباشر؟ تقول لك ثانيه واحده بس، انت بتعمل لي ريل النهارده، وليكن ان ريل ده فرضا ظهر في 2019. عاده الشركات الفيندرز بيقول لك انا بحتاج من 12 ل 16 شهر عشان ابدا اعمل تيستينج. ها وضحت؟ طيب ده هيأثر معايا في ايه؟ طب انا دلوقتي اذا كان عمر، يعني دلوقتي ريل او ريد هات بقت بتقول لك انا لازم يكون في كل الكاستمرز بيشتكوا ان مفيش في وقت محدد بين الريليزز، يعني ما بين ريل 5 وريل 6 خدت وقت، ما بين ريل 6 وريل 7 خدت وقت، ما بين ريل 7 وريل 8 خدت وقت، بس لو لاحظت الوقت ما بينهم مش هتلاقيه وقت ثابت، يعني مش في تاريخ محدد ببقى عارف ان النكست ريليز ده هيطلع. وكل الناس عماله تشتكي. ساعات حتى ما بين المين ريليزز، ساعات ما بين وليكن 7 و5 ل 7 و6 ممكن ياخد 6 شهور. من 7 6 ل 7 7 ده ممكن ياخد 9 شهور. ممكن ياخد 4 شهور. الا الموضوع ما كانش، ما فيش حاجة ثابتة، ما فيش في وقت محدد نبقى عارفين ان الريليز اللي جاي ده هيبقى في الوقت الفلاني. والفيندرز هما كمان عمالين يشتكوا يقولوا لك انا محتاج وقت عشان اعمل تيستينج، انا السيستمز بتاعتي كومبلكس بشكل كبير جدا، وانا ما اقدرش اتست على فيدورا لان فيدورا انا ما ببقاش عارفه هل اي باكج فيها هتبقى هي اللي مستخدمه في نيكست ريل ريليز. فكانت ريت قالت لك بس استنى بقى عندك، انا هقلب السايكل، فيدورا دي هختار منها الباكجز احطها في سندوس ستريم، ومن سندوس ستريم اروح اخد ريل. الناس تجرب على سندوس ستريم. فلما يجي فيندور عايز يجرب السوفت وير بتاعه اللي هيبقى اصلا محطوط على ريل ده، الفيندور ده هيروح لمين؟ لسندوس ستريم. يبقى الفيندور ده خد وقته ان هو يجرب الانتربرايز سوفت وير بتاعه على مين الاول؟ على سنسو ستريم. طب الفيندور ده لو جه جرب حاجه ولقى كميه باجز مش طبيعيه، او لقى خازوق ضرب في وشه، حاجه بتفرقع في وشه لما يجي يشغل حاجه معينه، ايه اللي بيحصل؟ هيروح رافع كيس مع مين المره دي؟ مع ريد هات. يقول لها بس ثانيه واحده، انا عندي في مشكله في الحته دي، الباجز دي كلها لما تبدا تتحل خلاص خلصنا منها كده، هتبقى المشاكل كلها محلوله فين؟ وفي نفس الوقت السوفت وير اللي جاي من الفيندورز ده هيكون متناسب مع مين؟ مع الليت ستريل، وده الفرق. ها وضحت؟ ماشي. طيب. يعني عمليه الابجريد هتبقى سهله. ايوه ده هيسمح لي بقى بعد كده في المستقبل. في البدايه الموضوع صعب والكوميونتي عمال يشتكي ويتنطط ويتشقلب، بس فعلا كان في لازم يكون في طريقه ان انا احط الفيندور كده في الصوره، او الفيندورز كلهم يتحطوا في الصوره قبل اي ابجريد باجي اعمله،
اي قبل نيكست ريليس ده الفندر محتاج وقت يجرب عليه. خلاص شركات بتحط بتنفست بمليارات، ما السوفت وير بتاعها له تكلفه والديفلوبمنت ما بتخلصش في يوم وليله، الموضوع محتاج شهور احيانا محتاج سنه ويمكن اكتر من سنه، ساعات سنه ونص. يبقى انا كده بقيت ضامن ان السوفت وير بتاع الفيندورز بقى متواكب مع مين او متماشي مع مين؟ ها؟ مع الليتست تريل اللي هي دي. وضحت؟ ماشي كده عبقريه. طيب ارجع بقى مره ثانيه، تعال نلف وندور بقى مره ثانيه. تعال هيلغوا في دور قريب ان شاء الله. مشكله ثانيه كمان ما كانش حد واخد باله منها، انت حد فيكم عارف ان في دوره في باجز خاصه بيها؟ ونرل وفي تيم مسؤول عن الباجز بتاع فيدورا بالمناسبه، حد فيكم عارف الحكايه دي؟ ونرل دي اللي مسؤول عنها ريد هات، وهتلاقي في باجزيلا بتاعتها واللي مسؤول عنها الاوفيشال ريد هات انجينيرز، موظفين بيشغلين في ريد هات وبياخدوا فلوسهم ريد هات كمان. خلاص؟ وانت عارف ان سنتوس كان له باجزيلا هو كمان، بس الباجز بتاعته خاصه بيه. حد فيكم عارف ان في ناس او الكاستمرز كانوا بيفتحوا كيسز هنا والكوميونيتي كان بيفتح كيسز هنا؟ حد عارف الحكايه دي ولا لا؟ ايوه ما هي دي مصيبه ثانيه. عارف ليه؟ لان في كميه باج ريبورتس كانت بتتعمل في سنتوس بالعبيط، الناس بتوع ريل اصلا ما يعرفوش عنها حاجه. ده اول مشكله. تاني مشكله لو بصيت على الباجز اللي كانت بتتفتح لسنتوس، ما هو سنتوس ده بقى متاخر عن ريل صح؟ فكان في كميه باج ريبورتس بتتفتح وبتتقفل من غير ما يصلح لها حل اصلا. تخيل؟ وده ليه؟ لان سنتوس كان بيجي بعد ريل. فدلوقتي اللي هيبقى الحاصل ها ان فيدورا الباجز بتاعتها اللي هيتعمل لها ريبورت هيجي بعد كده دكتورنج للباجز دي في فين؟ عارف دكتورنج دي يعني ايه؟ علاج او حل او استشفاء للمشاكل اللي موجوده دي او حلول الباجز بكل بساطه، وبعد كده من سنتوس هتروح لريل. فلما يجي سنتوس اتعمل باج ريبورتس كتيره قوي هنا، الناس الديفلوبرز بتوع ريل والناس المينتينرز بتوع ريل هيبقوا واخدين بالهم ده في باجز كتيره اتفتحت في الحته دي او في باجز اتفتحت قبلها في الحته دي، يبقى انا ابدا اتلافى المشاكل دي فين؟ في ريل نفسه. معنى كده ان ريل هيكون الاستابيليتي بتاعته اعلى منين؟ من ده ومن ده. لكن سنتوس في الحاله دي او سنتوس ستريم هيسمح لي ان انا ايه؟ ان انا ادخل الفندرز في الموضوع وكده بقوا طرف اصيل في القضيه، عشان ما يجيش فندر يقول لك انا الهاردوير بتاعي ده مش سيرتيفايد. انا مش عايز اقول لكم في حاجه كوميديه انا كنت شفتها والله العظيم، واحد من الفندرز، واحد بدون ذكر اسماء يعني، بحلف لكم بالله العظيم، والله العظيم يعني من كام شهر كده ببص لقيت الفندور ده فاتح هاردوير سيرتيفيكيشن ريكويست لسيرفر جديد، السيرفر ده عايز يكون سيرتيفايد على ريل 7.3. انتوا متخيلين الكوميديا ولا لا؟ هو عايز يقول ان الهاردوير بتاعي ده سيرتيفايد ل 7.3، احنا وقتها كنا في 8.1. ها متخيلين ولا مش متخيلين؟ طيب فكده ايه الموضوع؟ اعتقد بقى اوضح. الحته بقى اللي محدش قادر ياخد باله منها، ان اولا ريد هات هي اللي بتسبونسر. حد فيكم عارف ان ريد هات هي اللي بتسبونسر فيدورا؟ فيدورا وسنتوس. حد عارف الحكايه دي ولا لا؟ هي اصلا ريد هات تعتبر اشترت سنتوس او خدتها، ايوه من 2014 بالظبط. طيب ريد هات بتسبونسر سنتوس صح؟ طب ما سنتوس دول الناس دول عندهم بيلد سيستمز خاصه بيهم صح؟ منفصل عن ريد هات تماما، ملهاش علاقه خالص، بس ما زال مين اللي بيدفع فلوس البيلد سيستمز دي؟ ما هو الشركه اللي بتدفع الفلوس دي، والمرتبات بتاعت الموظفين دول مين اللي بيدفعها؟ ما هي برضه الشركه صح؟ كان الطبيعي ان لازم يتحط سنتوس في النص عشان يبقى انا استفدت بيه والفيندرز استفاد بيه والكوميونيتي كمان استفاد بيه.
مش قادر ياخد باله منها او الناس مش قادرين ياخدوا بالهم منها ان 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 سينتوس ستريم. انا قلت لك سينتوس ستريم ده هيتحط للفيندرز صح او للناس كلها اي حد عايز يستخدمه يستخدمه، لكنه هيكون اقرب حاجه لمين؟ للستيبل ريل. الاستابيليتي بتاعت سينتوس في وجهه نظري مش هتكون اقل من ريل بكتير قوي زي ما انت متخيل، لان هو اصلا تارجتنج مين؟ الفيندرز والبرودكشن او البري برودكشن. عارف عارف لما اقول لك كلمه بري برودكشن انت المفروض تكون فاهم ان معناها هيكون ستيبل ولا لا. بري برودكشن ده يعني ده اخر حاجه على طول قبل الستيبل ريليز صح. عاده لو انت جيت بصيت كده في الهيستوري، يعني لو انت جيت بصيت كده تعال يعني تعال ارجع كده بالزمن كده ثانيه، انت عارف ريل 8 لما اتعمل له ريليز قبلها بكام شهر كده ظهر مين؟ البيتا صح. انا عايز اي حد فيكم النهارده كده يروح يداونلود البيتا ويداونلود ريل 8.0، ما يجيبليش بقى الليتست 8.8.3 مثلا. خلاص حط الاثنين كده قصاد بعض واحده بواحده وقارن ارقام الباكجز، شوفها هي نفس الفيرجنز ولا في تغيير، وشوف التغييرات قد ايه وانت قارن بنفسك. هتلاقي مثلا ان 99% 99.5% مثلا من اللي كان في البيتا ده هو نفسه اللي موجود في الاستيبل. وضحت؟ طب سؤال يا معلم معلش. ايوه. الاب ستريم والداون ستريم بتوع سينتوس. يعني هيبقى الفرق بينهم ولا هم عندي هيبقى واحد ولا داون ستريم بس دول سينتوس ستريم بس؟ ما هو دلوقتي في دوره هتبقى اب ستريم لسينتوس. تمام. وسينتوس هيبقى اب ستريم لمين؟ لريل. ولان هيبقى ريد هات مرتبطه بسنتوس اكتر من الاول بكتير، عارف ده، او لان ده اصلا هيبقى تارجتنج مين؟ انا قلت لك هيبقى تارجتنج الفيندرز فيندرز والبرودكشن والبري برودكشن اللي هو خلاص انا بجرب اخر تجربه قبل ما اطلع لايف. ماشي. اللي هيبقى هنا او الريليز بتاعت الباكجز هتبقى تقريبا واحده، تقريبا هتكون واحده، ولو في اي تغيير هيكون بسيط. يعني لو طلع مثلا وليكن باكج الريليز بتاعها 2.1.17-131 او 113 مثلا، لو في تعديل فيها ها هتطلع هنا هتبقى بدل 100 113 بس كده هتلاقيها 114، كان في بج صغيره كده واتحلت. مش هيبقى الفرق فرق شاسع زي في دوره هنا تلاقيها مثلا 2.2.19 مثلا، هتلاقي هنا الريليز ده هنا مختلف تماما، بس هنا هتلاقيهم الاثنين قريبين جدا من بعض. وده ليه؟ لان ريد هات هتبقى مرتبطه بده صح. فلو الفيندور جه النهارده، لو الفيندور جه النهارده وقال لك انا السوفت وير بتاعي بقى سيرتيفايد خلاص وهشغله على ريل، انا كريد هات مش هقدر اجي اجيب 2.2 احطه هنا صح ولا انا غلطان؟ لان الفيندور كان تيستد على مين؟ على ده، فانا هروح لاقرب واحد له بالعقل. وضحت؟ اعتقد المفروض الفكره تكون واضحه دلوقتي. بس طبعا الناس كلها عماله تشقلب وتتنطط، لكن فعلا ما كانش في حل تاني يعني بحق ربنا يعني. والله العظيم مش انا شغال في ريد هات ولا بقول لك لا ريد هات احسن بتاع، انا عارف ان ريد هات مش احسن حد في العالم وعندهم مشاكل وكل الناس عندها مشاكل، لكن هو ده كان الحل الطبيعي والمنطقي، مفيش حل تاني، مفيش حل تاني. داون ستريم تاني معلش. خلاص سينتوس تاني اهو، انت عندك في دورة وليكن في دورة النهاردة في دورة 32، بلاش 32 يا عم، خلينا في المستقبل، خلينا نتكلم يعني فكر تصور ان احنا في المستقبل في دورة 40، رحت جاي حاطط عليها او استخدمتها كاب ستريم لسنتوس خلاص؟ وليكن احط عليها سنتوس 10 مثلا، مثلا ماشي كده؟ سنتوس 10 ده في باكج هنا اسمها الباكج دي اسمها مصطفى داش 3.7.11 بوينت او داش 115، في مشكله كده؟ استخدمت سنتوس فسنتوس هيستخدم نفس الباكج دي تمام؟ جه بعد كده ريل، ها ريل عمل ايه؟ راح واخد نفس الباكج دي من سنتوس
جم الناس بتوع جه فيندور معين يشتغل الفيندور ده وليكن اسمه نوكيا كمثال، يعني اي مثال، نوكيا دي كانت تشتغل على الباكج دي، فراحت فاتحه باج ريبورت ريد هات قالت له الباكج دي لو بعت لها اي بي اي كول انا باخد نتيجه غير المتوقعه مثلا، ماشي كده؟ فالناس بتوع ريد هات او الناس بتوع سنتوس وريد هات بقى خلاص ما هو يعتبر بقى حاجه واحده دلوقتي، قال لك في الباج ريبورت ده استنى ده انا كان عندي مشكله في الحته الفلانيه وانا هعمل لها ريليز جديد، ومع الريليز اللي هيتعمل انا هستخدم 115 دي هعملها اخليها 116، فمع الريل ريليز ريل حاليا بقى بيستخدم مين او معتمد على مين؟ على سنتوس 10 ده، هتلاقي ده اتحلت في ريل، هتلاقي ده بقى رقمها 3.7.11.116. في خلال الفتره دي كانت في دوره نطت من 40 بقت دلوقتي في دوره 42، في دوره 42 هوب الباكج دي بقى رقمها 3.9.19.155. بص هيبقى الفرق ما بين في دوره عامل ازاي؟ سنتوس ده الرقم بتاع سنتوس اهو، واللي ريد هات استخدمته هيبقى عامل ازاي؟ انا بدي مثال ضمي كده من دماغي من الهوا، بس ده فعلا ده اللي هيبقى واقع، ده الواقع دلوقتي. فانت هتلاقي الفرق بين سنتوس وريل بسيط جدا، لان سنتوس كده كده ريد هات عاملاه عشان الفيندرز، عشان البري برودكشن كمان الناس يجربوا عليه قبل النيكست ريل ريليز، وده ليه؟ عشان الريل كان بيعاني ان السوفت وير بياخد وقت طويل جدا على ما اي فيندور يبدا يعمل له ريليز ويقول لك ده بقى سبورتد وانا جربته واشتغل معايا تمام. ما هو مش منطقي برضه ان تلاقي عندك فيندور الفيندور ده ريل 8 قدامه نزل بقاله اكتر من سنه ونص، يعني انتوا عارفين حاجه كوميديه جدا، انتوا عارفين اوراكل صح؟ عارفين اوراكل صح؟ بتاخد ريليز من ريل. ريل 8 كان سبورتد امتى او نزل امتى؟ في مايو 2019 صح؟ انتوا عارفين اوراكل بدات تسبورت اوراكل على ريل او اوراكل على الريل 8، ريل 8 تحديدا. عارف السبورت بتاعها نزل امتى على ريل 8؟ اعتقد في اغسطس اللي فات. شايف الوقت قد ايه؟ 4 تواريخ من الهواء، التواريخ دي تواريخ حقيقيه، ها دي تواريخ حقيقيه، دي حاجه حصلت. انت عارف معنى كده ان اوراكل خدت قد ايه عشان اوراكل تبقى سيرتيفايد ان هي تشتغل على ريل 8؟ عارف خدت وقت قد ايه؟ سنه ونص يعني مش كتير، 15 شهر. وخلي بالك دي اوراكل بجلاله قدرها، الشركه دي بتكسب مليارات المليارات، ارقام مهوليه، انا اصلا ما بعرفش اقرا الارقام دي اساسا. تخيل اوراكل قعدت سنه وثلاث شهور عشان تقول لك ان اوراكل بقى سبورتد على ريل 8. اقول لك على حاجه كوميديه اكتر، حد فيكم عارف ان اوراكل اي اس ام؟ عارفين اوراكل اي اس ام كلاسترز؟ بتاع كلاستر ستورج مانجر ده، ايوه. عارفين الاي اس ام لسه هيكون سبورتد في الريليز بتاع 8.4 اللي هو هينزل كمان شهر ونص تقريبا. هو انت مش مستسهل الموضوع ان حد يبقى سيرتيفايد ليه؟ مش لازم تيست واخده وقتهم. انت عارف انا عارف ده معنى ايه؟ ان اي اس ام بقى سبورتد بعد ما ريل 8 ريليزد بقد ايه؟ بسنتين. نهار اسود، انت اصلا متخيل ان ريل 9 هيبقى ريليزد بعد سنه؟ يا عم ايه المشكله يعني؟ يجربوا حاجه. ما انا قلت لك المشكله فين بقى؟ انت برضو مش قادر تفهم المشكله فين؟ المشكله ان انت محكوم بمين يا حبيبي؟ محكوم بمين؟ كيرنل؟ مش بالكيرنل بس، بالكوميونتي. انا مديك الكيرنل هنا كاكزامبل بس، ده مثال بس. شوف بقيه الباكجز، شوف الجي سي سي مثلا، ها شوف الباش باكجز، شوف غيرها، دور على الباكجز كلها. انا مديك ده كابسط واسهل مثال قدامك، ده واضح بالتواريخ اهو. هو كويس ان هم سبورت 8 وهي لسه شغاله يعني. انا ما سبورتوش 8 اما 9 نزل. كويس ان هو لسه بيسبورت 7 لحد دلوقتي. طب انا بتكلم على اوراكل، كويس ان اوراكل بتسبورت 8 و8 لسه في الشغاله، ما خدتش. انا ما استنوش حد ما 9 نزل يقول لك هنسبورت 8 بقى.
فهمت ابعاد حد فيكم فاهم ابعاد المشكله؟ ولا ريد هات قفلت سنتوس وخلاص الموضوع انتهى على كده؟ يا ابني ما هي اللي بتدفع لهم مرتبات وهي اللي منزله لهم الفلوس بقى لهم يجي 7 8 سنين اهو. ما هو بالعقل برضه بينما عايزه تقفلهم من الاول كده قفلته. وضحت؟ كل حاجه ليها سبب، مش مجرد ان انا بقفل على الناس كده غلاسه وخلاص. هو ما اتقفلش يا جماعه، هو اتغير السايكل بتاعته بس لا اكتر ولا اقل. وليه السايكل اتغيرت؟ لان في فعلا اسباب منطقيه موجوده لكده. الاسباب دي يعني تستاهل ان ده اللي يحصل، لان من غيرها فعلا في مشكله حقيقيه موجوده. هو انت كلمه كوميونيتي بالنسبه لك دي ما هي الا ايه؟ الناس اللي قاعدين في البيوت وكل واحد مشغل لك سيرفرين على امازون ولا على ازور ولا على جوجل على جي سي بي مثلا، ونشغلهم كده ب 5 جنيه ونص وخلاص الموضوع انتهى على كده. ولا كلمه كوميونيتي دي بتشمل الشركات كمان والناس الموظفين والعالم اللي شغال دوا؟ يا جماعه العالم اكبر من فكره واحد مشغل له كام سيرفر شيرد هوستنج وخلاص الموضوع انتهى على كده. الموضوع اكبر بكتير جدا من كده. في حكومات وفي شركات بترول وفي بنوك وفي مؤسسات صحيه وفي افلام هندي شغاله. الموضوع اكبر بكتير مما انتوا تتصوروا. الموضوع كبير فعلا، يعني مش مجرد بس شويه واحد من المستخدمين حاطط لك 100 سيرفر، و100 سيرفر ده بيقول لك انا عندي داتا سنتر وعمال اتشقلب وبدخل لك فلوس قد كذا. انت لو شفت فعلا الارقام بتاعت الفلوس اللي بتطلع من الحاجات دي ارقام عالميه، فمش قادر تتخيل الارقام عامله ازاي. فالموضوع ما كانش فيه اوبشن تاني، خلاص هو ده الواقع بس انتهت خلاص. وعلى فكره الفكره دي اتطرحت من حوالي سنه ونص بالظبط ووقفوها، لكن مع التاخير من الفيندورز ومع فكره، لان كان اتخذ قرار من ريد هات ان لازم كل 3 سنين ميجر ليز يطلع خلاص، بقى في عندي بريدكتبل لايف سايكل. ما هي ريد هات اصلا بتقول لك ان ريل ده كل 6 شهور عندي في مينور ريليز جديد، صح؟ ده المفروض. كان 4 سنين قبل كده الميجر ريليز. خلاص كده؟ ففي الوضع الحالي بتاعنا دوًا ايه اللي ظهر عندنا؟ كان لازم يكون في طريقة إن أنا أحكم الدنيا دي، طب ما أنا لو حكمت الدنيا دي هيبقى عندي مشكلة تانية أكبر، واللي مخليني أصلًا لازم أحكمها مين؟ الحلوين دول. تمام؟ وفي نفس الوقت الكوميونتي انا لازم احكمها عشان الكوميونتي سبورت. طب ما انا برضو انا عشان اعمل كوميونتي سبورت دوان لازم يكون عندي بريدكتبل لايف سايكل. بقى عندي بريدكتبل لايف سايكل معناها ان كل شويه هيبقى ذربح ريليزز موجوده، ما 8 وبعد كده 9 وبعد كده 10. طب ما هو برضو لازم ادي وقت قبلها بفتره لمين؟ ها؟ للناس ان هي تجرب الريليزز دي، صح؟ فكان الحل الطبيعي ان انا بدل ما سنتوس بعد ريل يبقى سنتوس قبل ريل بس. وضحت؟ المفروض دلوقتي تكونوا فاهمين فكره، او في فكرتين دلوقتي انتوا فهمتوهم. الفكره الاولانيه واللي مهمه جدا تغيير اللايف سايكل ذات نفسه عشان خاطر ان اوبن سورس لا تعني باي حال من الاحوال ها ان هو فري ببلاش. ايوه شغله ببلاش ده واحد زي محمد ماهر ناصر عايز يروح يشتري شويه هدوم ويروح للراجل صاحب محل الهدوم يقول له انا هاخدهم منك ببلاش. انت لو قلت له كده هو هيقلعك هدومك ويسيبك ماشي في الشارع عريان بالمعنى الحرفي. خلاص هو ده الوضع الحالي. يعني اوبن سورس معناها السورس كود عندك، والله لو تقدر واذا كان فيك الله يعافيك خد اعمل له كومبايل يا عم الحاج انا مش ماسكك، او السورس كود موجود عندك انا بديفلوب. وهي دي فكره الاوبن سورس اصلا. اوبن سورس معناها ان الباينرز او السوفت وير ده بترنه على طول ده مش موجود متاح بالنسبه لك، لا معناها ان السورس كود بتاعه متاح. عايز تراجع السورس كود، عايز تديفلوب بنفسك، عايز تبلد بنفسك، اتفضل. ومع ذلك كل السوفت وير بتاع ريد هات متاح بالنسبه لك، تقدر تعمله داونلود وتشغله. الشركه ما لكش فيه حلوه تقريبا. خلاص مدياك لايسنس تقريبا ل 16 سيرفر ببلاش تقريبا حاجه زي كده، والديفلوبر سبسكريبشن غالبا فاتح لك كل حاجه. يعني بص طيب انت شركه محترمه لا ولنفترض ان انت شركه محترمه وعايز بلاش سيب دي الاول، وعايز اولا يكون عندك سبورت، الحاجه الثانيه يكون عندك الابديتس، صح؟ ما خلي بالك انت دلوقتي عملت داونلود لمين؟ ها؟ انت دلوقتي عملت داونلود لريل 8 وليكن ريل 8 3 الليتست مثلا، صح؟ هو انت فاهم ان
بعد ما انت عملت داونلود الليتست ده كده فعلا الليتست باكجز عندك؟ لا لسه، لا مش شرط. لا ده اللي اتعمل له بيلد، وقت ما اتعمل له بيلد كده وطلع لك ملف الايزو وقال لك خد اعمل له داونلود. لكن بعد ملف الايزو ده ما اتعمل له داونلود بخلال الشهرين الثلاثه دول، في كميه باكجز بالهبل اتعمل لها ابديت، صح؟ في ابجريدز موجوده بالهبل هنا. فانت عشان تروح تعمل ابديت للباكجز دي لازم تروح تجيب الانديفيديوال ار بي ام فايلز. عشان تروح تجيبها، لا يا حبيبي تعالى بقى اشتري، خد سبورت وخد سبسكريبشن. ما انا مش مشغل مهندسين اللاب بلاش، والا كده نروح نقفل ونقعد في بيتنا كلنا، صح؟ طب ما في ناس هتقول لك طب ما استخدم الديفلوبر سبسكريبشن واكتفي بيه، المشكله استخدم الديفلوبر سبسكريبشن. هي اصلا انا هفتح لك الديفلوبر سبسكريبشن ده عشان تست لحد 16 سيرفر، لكن بعد 16 سيرفر هتعمل ايه؟ مش انت ديفلوبر؟ في ديفلوبر في الدنيا بيستخدم اكتر من 16 سيرفر؟ رد انت عليا على السؤال ده. اعتقد لو قفشت اصلا اللي بيستخدموه في انتربرايز سوليوشن برودكشن ممكن يقفشوا عليك، صح؟ اه ده على حسب الاجريمنت كمان اللي انت قلت اكسبت من غير ما تقراها. ممكن يجي يقلعك هدومك كده ويسيبك ماشي في الشارع اريان، ده لو سابك اصلا. يسجلك فيها، صح؟ نعم؟ يسجلك فيها، صح؟ يرفع عليك قواضي بقى ويوديك في داهيه. بالمعنى الحرفي دي مبالغه يعني. ما هو انت لو بتقرا اللي انت بتقول له اجري على الحاجه دي، لو بتقرا هتعرف هتفهم ان في حاجه ثانيه، في عالم ثاني خالص. طب انا استخدمت الديفلوبر سبسكريبشن بتاع ورا 50 تيست انفايرمنت. ثانيه واحده، هل هي تيست ولا برودكشن؟ لا تيست خلاص. كنت بدخل على الاكونت بتاع ريدي هات وامسح ادخل على سبسكريبشنز، وطبعا بيبقى جايب بس يا عم هتتسجن، انت بتسجن نفسك. لا لا عادي، على فكره انتوا مش متخيلين، انتوا مش متخيلين، انتوا فعلا انتوا فاهمين ان بالسهوله جدا، انت فاهم ان دي حاجه انا كنت فاهمها قبل ما كنت اشتغل، يعني قبل ما كنت بشوف بعينيا اللي بيحصل جوه. انت فاهم ان انا معايا مثلا دلوقتي النهارده 5 سبسكريبشنز، ها؟ فانا ممكن اعمل ايه؟ اسبسكرايب 5 سيرفرز، اعمل لهم ابديت. انا كنت بلف السبسكريبشن على السيرفرات كلها. اسمع بس، وبعد ما عملت ابديت اشيل السبسكريبشن من عليهم واحطهم على 5 تانيين، صح كده؟ وبعد كده اشيله من دول واحطه على 5 تانيين. حد فيكم عارف ان كل كاستمر، كل اكاونت له حاجه اسمها في اتش تي سكور؟ لا بلاش في اتش تي دي، كل اكاونت له سكور. سكور ده يعني بيشوف انت بقى عمال تمانيبيليت السبسكريبشنز ولا لا. حد عارف الحكايه دي ولا لا؟ محدش عارف، صح؟ الموضوع يا جماعه اقسم بالله ما ماشي جهجهوني كده، والشركه بتبقى عارفه ان فلان الفلاني ده اهو محمد ماهر ده نصاب وحرامي وياكل مال النبي، والراجل اسمه احمد ده اهو ده عمال يلعب بالسبسكريبشنز طول النهار وعمال بيستعبط، والسيرفرز دي شغاله في الحته الفلانيه وبتكونكت من اي بي اسمه كذا، والاي بي ده في الكلاود الفلانيه. كل الكلام ده معروف، وانت فاهم الكلام ده مش معروف؟ طبعا التست انفايرمنت دي يعني تمام، ما مش عليها حاجه. اي حاجه تست بالديفلوبر سبسكريبشن برطع براحتك. تمام يا باشا، احنا اكتر ناس شايلين منكم سبسكريبشنز يا باشا. ماشي، ايا كان، المهم نرجع لموضوعنا بقى. احنا سيبنا اصلا اوبن ستاك تماما ودخلنا في سكه مالهاش اي لازمه. بقطع الكلام ده من الفيديو، بقطع الكلام ده. يا ابني احنا ما قلناش حاجه غلط، احنا ما بنسرقش يعني. بقطع ان هو بس هاند كتير، ساعه الا ربع تقريبا في الاوبن سورس. ماشي ايا كان، سيبها يا عم عشان مش عارف. حد برضو كان بيسال قبل كده، او حد مش فاكر والله مين، حد كان بيتكلم على موضوع ان سنس اتقفل، فدخلت رديت عليه، فالراجل خد الموضوع بشكل شخصي. يا عم انا ماليش دعوه، انا بقول لك اللي حاصل. انت عايز تتكلم على فاكتس، ادي الفاكتس، خلاص ادي الفاكت اللي موجوده قدامك. والله ده الوضع الحالي مع الفندرز ومع الكوميونتي. انت مش عايز تصدق، والله دي مشكلتك الحقيقيه. انت بتاخد الكلام بشكل شخصي، برضو دي مشكلتك الحقيقيه. برضو انا بكلمك على فاكت، الفاكت ما بتزعلش. زي ما اقول لك بالظبط عدد السكان كذا، انت تقعد تتنطط لي وتتشقلب لي. يا عم انا مالي، انا بقول لك عدد السكان كذا وبيزيدوا بالشكل الفلاني، يبقى انت المفروض تطور سنويا قد كذا مدرسه وقد كده مستشفى، صح؟ وتفتح كام بنك، تعمل كام مدينه جديده. بكلمك على فاكت وليها معطيات، المعطيات دي بتجبرك ان انت تاخد خطوات معينه بس. فلو انت مش قادر تفهم الفكره دي فدي مشكلتك، دي مش مشكلتك. ما علينا، ايا كان يعني. المهم نرجع لموضوعنا مره ثانيه، نتكلم بقى على نوفا. انا نسيت اصلا كنا قلنا فين عند النوفا دي. وقفنا ان هي بتكلم الهايبر فايزر، وان الهايبر فايزر انواع،
ودخلنا في البرفورمانس بتاعهم الفرق بينهم. النوفا دي بقى وهي شغاله يا معلم ها مالها؟ دي مش سيرفيس واحده، بكل بساطه ده زربيح سيرفيسز موجوده. عندك النوفا اي بي اي، النوفا داش اي بي اي، يعني كل واحده فيها تلاقي نوفا داش كذا، وعندك النوفا كوندكتور، وعندك النوفا كومبيوت. خلاص دول الثلاثه الاساسيين اللي موجودين عندك. ايه الاي بي اي دي؟ الاي بي اي دي بكل بساطه من اسمها، انت كيوزر وعايز تروح تعمل فيرتشوال ماشين، الريكوست هيخبط في مين؟ ها كيستون. كيستون ايه يا مين اللي قال كيستون ده؟ معلش احمد انا اسف انا مصطفى. يخرب بيتك يخرب بيتك انت، حس انا هقوم انط من الشباك اقسم بالله، انط من 73 دلوقتي حالا. ويا ابني هو النوفا اي بي عشان ياخد اوثنتيكيشن عشان يخلي اليوزر ده. انا ما اتكلمتش خالص على الاوثنتيكيشن دلوقتي، انا بقول لك اليوزر عايز يعمل فيرتشوال ماشين، اليوزر ده مش عايز اوثنتيكيتر، الراجل ده عايز يعمل فيرتشوال ماشين. تمام. الريكوست هيخبط في مين؟ الراجل ده عايز يسحب ايمج، هيخبط الريكوست في مين؟ جانت سيرفيس. بالعقل اكيد صح. الراجل ده عايز يعمل اوثنتيكيشن، الريكوست هيخبط في مين؟ ها كيستوب. الراجل ده عايز يكريت نتورك، الريكوست هيخبط في مين؟ في النتورك سيرفيس اللي اسمها نيترون، لسه هنتكلم عليها. يبقى ما تفتكرش ان اليوزر ده كل ما يجي يتكلم هيتكلم مع الكيستون بس، صح؟ بالعقل. تمام. لكن اليوزر ده عشان يكلم اي حد فيهم المفروض الاول يكون معاه ايه؟ توكن. طالما معاه توكن بيروح ياخد التوكن دي ويتكلم بيها مع مين؟ مع السيرفيس بشكل مباشر. وضحت؟ تمام. طيب بما ان انت خبطت في دي، لو اليوزر ده هو نفس اليوزر، الراجل ده بيأكسس من ويب براوزر داشبورد. الويب براوزر ده في باك اند سيرفيس شغاله عليه، هيكون هوريها لك كده، اسمها هورايزون. في الحاله دي مين اللي هيتكلم مع السيرفيسز؟ هل اليوزر ولا هورايزون؟ هورايزون نفسها بقى هتروح تاخد نفس الريكوست اللي انت كنت هتبعته وتبعته لمين؟ بتاع اي سيرفيس انت عايزها. ايوه بتاع اي سيرفيس انت عايزها، الله يفتح عليك. يعني سؤال دلوقتي، يعني يبقى انت كيوزر لما بتستخدم سي ال اي تول فانت اللي بتخبط بالسيرفيس بشكل مباشر، بتاخد التوكن وتشتغل بيها انت للسيرفيس على طول. اكيد لازم يكون معاك توكن، يعني ما قعدتش تسالني هيكون معاك توكن او لا، يعني ما بتقوليش الكلمه دي بعد كده خلاص. انا قلت لك طالما هتتكلم مع اي حاجه لازم يكون معاك توكن، انتهت. وضحت الحته دي؟ ما عدتش اسالني عليها انت، الموضوع ده اقفله تماما، دي حاجه من المسلمات اللي هو الشمس تطلع من الشرق وانتهى الموضوع على كده. مش كل يوم هتقول لي الشمس تطلع من الشرق، لا يا عم انا مالي، خلاص انت الموضوع بقى واضح. انا دلوقتي لما اجي اتكلم مع سيرفيس اسمها اكس، اكس دي بتقدم لي فانكشن واي، ها هل هروح اتكلم مع الكيستون ولا هروح اتكلم مع السيرفيس بشكل مباشر؟ اكيد هتكلم مع السيرفيس بشكل مباشر، واضح كلام، واضح وصريح. ها في مشكله كده؟ نرجع تاني بقى لموضوعنا. الاي بي اي دي اللي كل الريكوستس هتروح عليها، سواء كان الريكوست ده من اليوزر ولا الريكوست ده منين؟ من هورايزون، صح؟ من سيرفيس تانية عامة، مش شرط هورايزون، صح؟ اي اي بي اي كول هتروح لده. مش شرط هورايزون. انا بتكلم عادة، بقول عادة. طيب عندي كمان الكمبيوت سيرفيس، والكمبيوت سيرفيس دي من اسمها دي اللي هتروح تعمل ايه؟ دي اللي هتروح تتكلم مع الهايبرفايزر، دي فعلا اللي هتروح تقول له يا عم اعمل لي لانش للفيرشوال ماشين دي. ها وضحت؟ وفي عندي الكوندكتور دي، ودي سيرفيس مسؤوله عن ان هي تعمل اكسس للداتابيز. خلاص عاملين كده سيرفيس لوحدها عشان تاكسس الداتابيكس، تمام كده؟ طيب
ليه الكلام ده؟ ليه الكلام ده؟ اشرحها ولا لا؟ يا الله. بص انا عندي هايبرفايزر هنا، ولنفترض اللي هو شغال اي اس اكس او كي في ام او ايا كان نوعه، خلاص كده. انا في عندي سنترال داتا بيز فيها كل الانستانسز بتاعتي وكل حاجه هنا، النوفا مسجله فيها كل حاجه، صح كده؟ صح ولا غلط؟ ماشي. النوفا كومبيوت لازم تكون موجوده على كل كومبيوت نود هنا، ولازم تكون موجوده هنا، ولازم تكون موجوده هنا، صح كده؟ طب لو النوفا كومبيوت دي ليها اكسس للداتابيز ايه اللي هيحصل؟ ها حد يلقط كده الفكره؟ قول سؤالك تاني معلش. مش كل سيرفر هيكون عليه نوفا كومبيوت اللي هي هتكومينيكيت مع الهايبرفايزر لوكالي على نفس المكنه، تقول له شغل لي فيرتشوال ماشين هنا او شغل لي اثنين او غيرهم او ايا كان، صح؟ تمام. حلو. لو النوفا كومبيوت دي بتكلم الداتابيز بشكل مباشر ايه اللي هيحصل عندك؟ انت كده هيبقى في ثلاثة بيتكلموا، ممكن يتكلموا في نفس الوقت. انا مش بقول لك انا هقوم انط من الدور ال 73، ما حدش مصدقني والله هنط منه دلوقتي. ما انت عندك ثلاثة نوفا كومبيوت، ثلاثة سيرفرز بيتكلموا على نفس الداتا بيز. هي المشكلة في العدد، ولا المشكلة ان لو اي واحد من دول حد عمل اتاك عليه فانت الداتا بيز بتاع الاوبن ستاك كلاود كلها راحت في 60 داهية، بتاع كل الانستانسز كل حاجة. ده نقطة بس برضه من النقط دي، أهم نقطة، دي أهم نقطة. لو عندك سيرفر هنا شغال ريل، وليكن ريل 7 ولا ريل 8 ولا هنا اي اس اكس ولا هنا سيتريكس ولا بتاع، وحصل اتاك على نفس النود، والنود دي ها كان النوفا فيها عليها كونفيجرد هارد كودد كده اسم اليوزر نيم واسم الباسورد اللي بيستخدمهم عشان يكونكت على الداتا بيز، ايه اللي هيحصل؟ فالداتا بيز دي كده بقت تحت ايد الاتاكر اللي عمل اتاك على المكنة دي. وصلت؟ تمام. فعشان تحل المشكله دي اتعمل مين بقى يا معلم؟ دي الداتا بيز اهي، اتعمل هنا حاجه اسمها النوفا كوندكتور. النوفا كوندكتور ده هو الوحيد اللي بيتكلم مع مين؟ مع الداتا بيز. وفي عندك الاي بي اي سيرفر، لا خليني وفي عندك الكمبيوت. عندي اليوزر موجود هنا، اليوزر ده هيبعت الريكوست لمين؟ اي بي اي. خلاص الاي بي اي سيرفر ده ها ثانيه واحده كمان، ده انا في عندي مشكله ثانيه، ده انا في عندي هنا المفروض يكون في كمان في طريقه الثلاثه دول يتكلموا بيها مع بعض، صح؟ تمام. هيتكلموا مع بعض ازاي؟ السؤال ده مش فاهم. مش فاهم. يعني ايه السؤال؟ انا في عندي كام كمبيوت نود ممكن تنفذ الموضوع ده؟ ان هي تلانش الفيرشوال ماشين. قلنا ثلاثة، بس الصورة اللي فاتت كانت ثلاثة. ممكن يبقوا كام؟ عادي ما راحتنا يعني. صح؟ مش كل شوية عمال تضيف هوست هنا؟ طب نوفا كوندكتور ده لما يحب يشغل فيرشوال ماشين، المسج دي ممكن تروح فين؟ هو اصلا كان ممكن يكون عندي كام نوفا كوندكتور؟ هل ممكن اسكيل الكوندكتور ده واخلي عندي اكتر من واحد موجودين؟ طب الاي بي اي سيرفرز ممكن اعمل لهم سكيل واخلي عندي اي بي اي سيرفر واحد واي بي اي سيرفر اثنين واحط لود بالانسر قدامهم وكلام من ده؟ ممكن برضه. طب هو السؤال، بس السؤال، لو انا عندي اكتر من اي بي اي سيرفر وعندي اكتر من نوفا كوندكتور وعندي اكتر من كمبيوت سيرفر، وده الطبيعي صح؟ ما هي كلاود فلازم تكون هايلي افيلابل بكل بساطه، ماشي كده؟ الريكوست لما يتبعت من اي واحد فيهم، مين اللي هيسحب الريكوست ده؟ الريكوست ده مين اللي هيعمله؟ يعني عندي نوفا كوندكتور، عندي خمسه نوفا كوندكتور، عندي ثلاثه اي بي اي سيرفرز، وعندي 10 كمبيوت نودز. بسيطه جدا. في كوردينيت بينهم، يعني حاجه كوردينيت بينهم. فلازم يكون في طريقه ان الثلاث الكومبوننتس دي تتكلم مع بعض، صح؟ فانا بحتاج ها مسجنج سيرفيس تكون موجوده هنا في النص. ايه المسجنج سيرفيس دي؟ المسجنج سيرفيس دي بالظبط كده عامله زي خدمه البريد. انت لما بتبعت جواب بوسطه، انت بتبعت جواب في البوسطه كده
تبعته لواحد في محافظة تانية أو في مدينة تانية أو في دولة تانية، هل أنت عارف مين اللي بيوصل الرسالة دي؟ لا بس المهم انها توصل. صح؟ أنت بتبعت الرسالة تروح تسلمها للبوسطة ومالكش دعوة بالباقي. البوسطة بقى في النص كده بتبعت عربية للمدينة التانية أو للدولة التانية، أو بتبعت الجواب اللي أنت بعته ده طيران، وفي الآخر الراجل اللي في الطرف التاني، الراجل اللي في الطرف التاني هو اللي بيروح يسحب ياخد الجواب بتاعه من البوسطة مرة تانية. وصلت؟ طيب أمثلها هنا إزاي؟ بكل بساطة، موضوع واضح أهو. المسجنج سيرفيس دي ما هي إلا عبارة عن مجموعة من، لأ تعالى كده، عارف الصف بتاع، خليني كده أعمل لك 1 2 3، بص يا سيدي، أنا عندي سيرفيس اسمها إكس، عايز أتكلم سيرفيس اسمها واي. بس واي دي في منها 5 واكس دي في منها 8، 8 انستنسز اقصد، ماشي كده؟ طيب اي واحد من الخمسه في واي دول عايز يبعت لاي حد في اكس دول، ايه اللي هيحصل؟ الناس اللي عنده واي دول هيبعتوا لمين؟ للكيو دي، تمام؟ واللي فاضي عند من الثمانية دول أي واحد فاضي فيهم يبدأ يعمل إيه؟ يسحب، يسحب من الكيو دي. ها طيب، طب ده وفرت لي إيه؟ وفرت لي بكل بساطة إن أي حاجة في الكيو طالما في حد هنا فاضي ممكن يقدر يعمل لها بروسيسنج، خلاص انتهى الموضوع على كده. طب لو مفيش حد فاضي، عارف لو دول كلهم كانوا بيزي أصلا كان إيه اللي هيحصل؟ لو واي ده، يعني تخيل كده الافتراض مجازا إن أنا هستخدم السيناريو التاني، واي هيكلم اكس بشكل مباشر، بس واي لما جه يكلم اكس، اي انست انا بتكلم هنا واي معناها اي انستنس في واي، خلاص جه يكلم اكس لقى اكس اصلا داون، عارف كان ايه اللي هيحصل للريكوست؟ مع السلامه، بقول لك ما في، مش لاقي حد منهم اب، خلاص الموضوع انتهى. طيب لو كان بيكلمهم وكلهم كانوا بيزي في نفس الوقت كان هيستنى شويه ويريتراي، ويستنى شويه ويريتراي، ويستنى شويه ويريتراي، وبعد فتره محدده هيقول لك ايه؟ تايم اوت ويفيل، مع السلامه، وبرده فيل، انتهى الموضوع على كده. لكن مع الكيو دي بص كده، انا هفضل ارمي جوه الكيو، واللي يفضل منهم كل ما حد من دول يخلص شغله يبدا يسحب منين؟ من الكيو. ادي آه كل الفكره اللي اتعملت، تمام كده؟ طيب الكيو ممكن يتملي برده يا مصطفى. اه ما انت بقى المفروض الكيو بتاعتك دي تعمل لها ليميتس على حسب. عادة الكيو ده ما تقدرش تملاها لان فيها بيكون الكيو دي عادة ممكن تاخد مئات الالاف من الجوبس، مش جوب واحدة او اتنين او 10 او 100 او 1000، لا احيانا بتاخد مئات الالاف من الجوبس، تبقى مستنية كده واقفة مستنية ان حد يعمل لها بيك، بيبيك الجوب دي من الكيو، تمام؟ طيب في بروتوكول بيستخدم عشان الموضوع ده، في بروتوكول حاجه اسمها AMQP Advanced Message Queuing Protocol، خلاص كده. AMQP دي بقى، دي AMQP كبروتوكول يختي في زربيح امبلمنتيشنز اللي موجود في كميه باكجز زي رابت ام كيو مثلا موجود، خلاص ده اسم باكج. في بقى كميه امبلمنتيشن له بالظبط كده كانك بتتكلم على تكست اديتور، في كام تكست اديتور؟ كتير ما تعدش، هو نفس الفكره. الامبلمنتيشن بتاع الام كيو بي بروتوكول ده له اكتر من امبلمنتيشن، اشهرهم رابط ام كيو، ده اسم الباكج اللي بتامبلمنت مين؟ الكيوينج سيرفيس دي، ماشي كده؟ طيب كلام جميل، معنى كده ان انت لما تيجي تشغل النوفا فانت محتاج، ها انت محتاج ايه؟ طالما ده عندك الكوندكتور وفي عندك هنا الاي بي اي وفي عندك هنا الكمبيوت، على فكره في سيرفيسز ثانيه غير دول بس دول اللي بتكلم عليهم النهارده يعني، فانت محتاج في النص بينهم كده ايه؟ مسجنج سيرفيس. مسجنج سيرفيس، خلاص؟
والكوندكتور هو الوحيد اللي له اكسس لمين؟ الداتابيز، للداتابيز بتاعتك. طيب ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني بكل بساطه ان لو الكمبيوت نود دي خلاص، او الكمبيوت سيرفيس دي اللي شغاله على نود عليها كي في ام مثلا، النود دي لو حصل عليها اتاك، هل الكمبيوت سيرفيس دي بتاكسس الداتابيز؟ لا، ملهاش اي اكسس. فما زال الانستانس داتابيز بتاعتك، معلومات الانستانسز كلها ما زالت ايه؟ محفوظه. تمام، في مشكله كده؟ طيب ثانيه واحده بس، هو انت دلوقتي احنا عرفنا ممكن استخدم المسجنج سيرفيس دي للاي بي اي كولز او عشان الجوبس اللي ما بين الاي بي اي والكوندكتور وكده. طب هو اللهم صل على النبي، انا عندي كمان ده اقول لك، خلاص تعال نتكلم عليها. في عندي كمان سيرفيس حاجه اسمها نوفا سكيجلر، خلاص. ايه السكيجلر ده؟ السكيجلر ده وظيفته بكل بساطه الكمبيوت نودز دي، ما الكمبيوت نود دي شغاله صح؟ هي الكمبيوت نود دي كل شويه كده عماله تريبورت انا التوتال سي بي يو بتاعي قد ايه؟ والرام قد ايه؟ وعندي فري قد ايه؟ والديسك المتاح عندي قد ايه؟ والفري قد ايه؟ والنتورك الكاباستي ايه؟ والفري منها قد ايه؟ كل معلومات المكنه دي كل شويه كده الكمبيوت نود دي عماله تلمها وتبعتها لمين؟ للمسج كيوينج سيرفيس. تمام كده؟ مين اللي بيبدا يسحب المعلومات دي كل شويه؟ السكيجولر. معنى كده ان انت في عندك اكتر من حد عمال يتكلم طول الوقت. بكل بساطه ده معناه ان انت مش هتلاقي عندك كيو واحده، ده انت ممكن تلاقي اكتر من كيو موجوده، وده الطبيعي. في كيو كده تلاقي اتنين كومبوننتس بيتكلموا عليها، سواء كان الاي بي اي مثلا مع الكوندكتور، وفي كيو تانيه ما بين الكمبيوت والسكيجولر وهكذا. وضحت ولا ايه؟ تمام. السكيجولر ده واحد الداتا، السكيجولر ده واحد من السيرفيس اللي موجوده اللي وظيفته يقول لك انا اي هوست هو الانسب ان انا لانش الفي ام عليه. انت كيوزر، تعالى كده مره ثانيه، انت كيوزر اهو، انت رحت للاوبن ستاك قلت لها يا اوبن ستاك انا عايز اعمل نيو سيرفر، السيرفر ده السبيكس بتاعته 16 جيجا رام واربعة كورز وديسك 100 جيجا، في مشكلة كده؟ مفيش مشكلة صح؟ انت عندك كام فيزيكال سيرفر ممكن تلانش عليهم الكلام ده؟ السؤال، هل عندك اصلا السيرفرات بتاعتك ممكن يكون كلها 256 جيجا رام و24 كور، وبص برضع براحتك، وده 512 وده 128، لكن الحالي الوضع الحالي بتاعهم هل ده في فري ريسورسز تسمح لي ان انا ران الفيرتشوال ماشين دي؟ ممكن تكون ريسورسز عاليه صح، لكن كلها مستخدمه او غالبيتها مستخدمه. ممكن يكون ده ريسورس بتاعته قليله لكن معظمها فاضي لسه صح. فساعتها النوفا سكيجولر هيبدا يقول ها يا اخوانا ثانيه واحده، انا لو هلانش الفي ام دي فانا انسب سيرفر يسمح ان انا لانش في ام بالمواصفات دي هو مين؟ هو ده. معنى كده انت كان عندك لازم طريقه مونيتور الستيت واليوزد ريسورسز بتاع مين؟ بتاعه الهايبرفايزرز اللي موجوده، صح ولا غلط؟ صحيح زي الفل. تمام، وضحت النقطه دي ولا لا؟ ها تمام. موضوع المسجنج فهمت ليه محتاج المسجنج سيرفيس؟ تمام. انت كده عندك، انت كده انت كنت قايل عندنا الاي بي اي والكوندكتور والكمبيوت كده، المسجنج والسكيدجولر كده الاثنين معاهم برضه صح؟ يفنن بالمره كده السكيجولر. اه مع السكيجولر كده كده لازم يكون موجود، بس ده سيرفيس منفصله بذاتها يعني، ما علينا. خلاص المسجنج يعتبر سيرفيس انترنال جوه النوفا؟ لا، المسجنج هتكون سيرفيس منفصل خالص عن النوفا، لكن النوفا هترجع تستخدمها في الاخر. يعني المسجنج هتكون هيلبر سيرفيس زيها زي الاباتشي بالظبط. هل الاباتشي جزء من الاوبن ستاك؟ لا لا. هل ممكن اشيل الاباتشي واحطه مكانه انجن اكس؟ بس خلي بالك اباتشي وانجن اكس مشتركين في ايه؟ ان هما الاثنين بيوفر لك ايه؟ اتش تي بي سيرفر، اتش تي تي بي او اتش تي تي بي اس صح؟ طيب
هل الرابط ام كيو جزء من الاوبن ستاك؟ لا، لكن الخدمه اللي بتوفرها لي اللي هي مين؟ المسجنج اللي هو الاي ام كيو بي بروتوكول سيرفيس، صح؟ هل ممكن اشيل الرابط ام كيو دي واحط مكانها حاجه ثانيه؟ ها؟ ينفع، لكن المسجنج سيرفيس دي الاباتشي بتاعك لو وقف هل هتقدر تكونكت على اي اتش تي بي اند بوينت عندك؟ لا، ما هي بري ريكويزت اصلا. ما هي بري ريكويزت، صح؟ طب المسجنج سيرفيس عندك هنا لو ضربت ايه اللي هيحصل؟ هتوقف لي الكومبوننت، مش هيقدر الكومبوننت مش هيقدر تتكلم مع بعض. لا السكيجولر هيقدر يعرف هل الهايبرفايزر ده اب ولا داون، صح؟ ايه المستخدم فيه؟ ايه الريسورسز المستخدمه وايه الريسورسز اللي فاضيه؟ صح ولا كلامي غلط؟ صح، اهو ده الوضع الحالي بالظبط. معنى كده ان المسجنج سيرفيس دي هي مش كور كومبوننت في الاوبن ستاك، لكنها ضروريه جدا عشان يشتغل. ها، وضحت ولا ايه؟ في حد عنده خلاف في النقطه دي ولا مش فاهمها؟ لا، واضحه زي الفل. لو الحتتين دول مش فاهمهم انت عمرك ما هتفهم النوفا. بس و90% من الناس اللي شغالين اوبن ستاك الحته دي بتبقى غايبه عنهم، هو بيعملها كده وخلاص. ايه كده للاسف. تمام موضوع الانترنال كوميونيكيشنز دول لفه طويله، انا عارف ان هو في رغي كتير ولفه طويله، لكن لازم تكون فاهم. الامبلمنتيشن اسهل مما تتخيل، والله العظيم الامبلمنتيشن. انا عارف الامبلمنتيشن في النوفا هتكون اطول من المعتاد. حد يقول لي ليه هتبقى اطول من المعتاد؟ ها، لان انت في عندك سيرفيس للاي بي اي، صح؟ وفي عندك سيرفيس مثلا للكوندكتور، وهتظبط المسج، وعندك سيرفيس للكمبيوت، ومحتاج زائد دول كلهم تظبط مين؟ المسجنج سيرفيس اللي حاجه تديك اي ام كيو بي بروتوكول، صح كده؟ تمام. طيب لما تيجي تظبط الاي بي اي محتاج تعمل ايه؟ الاول محتاج تكريت يوزر وتدي لليوزر ده رول اللي هو ادمن، صح ولا انا غلطان؟ بالعقل، وترميه على وبعد كده تكريت سيرفيس اسمه ايه، تعمل اند بوينت للسيرفيس دي في الكتالوج، صح ولا غلط؟ وبعد كده تروح تانستول الباكجز بتاعتها. ها، وضحت؟ وبعد ما تانستول الباكجز تكونفيجر الداتابيس بتاعتها. نفس الفكره دي هتروح تعملها فين؟ الحاج زعبولة ده برضه. ونفس الفكره دي هتعملها لمين؟ الكمبيوتر. فانت هتقعد بقى كل شويه تكريت يوزر لده، واعيد الخطوه للكومبوننت للسيرفيس الثانيه، واعيد الخطوه للسيرفيس الثالثه. وضحت ولا ايه؟ عرفت ليها طويله؟ لكن هل فيها حاجه معقده؟ لا، سهله جدا. لو فهمت الحبه دول الامبلمنتيشن بتاع النوفا هتكون اسهل مما تتخيل. هم خطوات وهقعد اعملهم وهقعد اقرر فيهم بس، انتهت. مفيش حاجه اوتوماتيك الكلام ده كله. ما ده اللي احنا سالناه في الاول. انا كنت ممكن اوريك الدايركتوري انستوليشن، الكلام ده كله بيتم عن طريق شويه انسب سكريبتس كده. وانتهى الموضوع على كده، شكرا. ما تديش ايدك في حاجه، بس انا كان هدفي انت تفهم هو الحاجه دي شغاله ازاي. انت لو شفت الدايركتوري انستوليشن بتاع ريد هات انت حرفيا ما بتشوفش اي حاجه من الكلام ده، ولا انت عارف ايه اللي بيحصل حرفيا. تمام. طب معلش استاذ، عشان بس في حته خلطه عندي. تمام، ايوه. انا عندي النوفا كومبيوت، ايوه، بكل هوست عليه نوفا كومبيوت سيرفيس. تمام، صح. فاحنا مجازا بنقول ان ديت، يعني بنقول ان الهوست مجازا، الهوست هو عباره عن كومبيوت سيرفيس. تمام، هنعتبره كده واحنا بنتكلم، صح؟ بص، هو سؤال بس، هو انا امتى اقول على الهوست ده هل هو كمبيوت سيرفر ولا ده كنترولر ولا ده ستورج ولا ده نوعه ايه بالظبط؟ على حسب السيرفيس اللي نازله عليه. ما قلت لك على حسب الكومبوننتس اللي شغاله عليه، صح؟ تمام، اللي بيحدده لي. طيب، هو سؤال بس تاني، خلينا احذف ده كله كده. هو انا لو جبت هوست هنا وحطيت كل حاجه عليه، في الحاله دي الهوست ده هيبقى ايه؟ هيبقى كله كنترولر و... صح؟ هيبقى الاربعه مع بعض، صح ولا انا غلطان؟ بالعقل، ما انت جبت كل الكومبوننتس ولزقتها على الهوست ده، هل ده ينفع؟ هل ممكن نشغل حاجه زي كده؟ هل ممكن بقى، هل ممكن احط الكنترولر على نود واجي هنا على الكمبيوتر
اعزل الكمبيوت دي كده، احطها على نود تانية واخلي النود التانية دي تتكلم معاها. اه ممكن، ايه ما ينفعش ليه؟ ما كلها اي بي اي كونكشن صح؟ تمام. هل ممكن احط النتورك الواحده؟ اه ممكن برضو، ايه المشكله يعني؟ ها وضحت الحته دي؟ وضحت. طيب حلو. مضطر دلوقتي اسيبكم عشان ميعاد الصلاه جه صلاه الجمعه، وان شاء الله بكره نبدا نعمل ايه الانستليشن بتاع النوفا، وهنخلصها برضو بكره باذن الله. النوفا انا عارف ان هي طويله، النوفا هي تعتبر من اطول السيرفيس اللي موجوده، هي من اهمهم اساسا، فبكره هيبقى عباره عن يوم كامل امبلمنتيشن فقط لا غير. تمام؟ تمام ان شاء الله. بس في سؤال. اتفضل. دلوقتي احنا في لما كنا جينا عملنا انستول للكيست ممكن انا استعنا بالميم كاش، هل احنا هنا برضه ممكن نحتاج الميم كاش؟ لا ما اعتقدش مع النوفا محتاجين الميم كاش، لا مع النوفا مش محتاجين الميم كاش. هي مش محتاجة بس ممكن نعملها صح؟ طالما في داتا بيز يبقى ممكن نعملها قشطة صح ولا ايه؟ ثانية واحدة بس، ثانية واحدة بس. ما هو الميم كاش اللي احنا عملناه هنا اصلا اوريدي موجودة صح؟ شغلناه مع الكيستون. هل ممكن نعمل الميم كاش؟ الاوبشن بتاعها بس صح؟ اعتقد ممكن، اعتقد متاح، اعتقد هدور برضو في الدفع. هل في اوبشن بالنسبة للنوفا خلانا نستخدم الميم كاش ولا لا؟ هسأل، مش هسأل، هدور في الدوكيومنتيشن النهارده بس اعتقد متاح. اكيد متاح. بس هي الفكره بس ان النوفا شغلها مع الداتا بيز مش كتير قوي مقارنه بالكيستون. وصلت؟ تمام. يعني الكيستون بتعمل لوك اب كتير جدا جوه الداتا بيز. عماله تدور في الداتا بيز، كل شويه يوزر عايز يعمل اوثنتيكيشن، هتروح تشوف اليوزر ده موجود ولا لا. والباسورد بتاعته صح ولا لا، البروجكتس كل حاجه عماله عم كل شويه عماله تروح تعمل لوك اب في الداتا بيز. لكن مع النوفا هل النوفا اسف اه مع النوفا هل بتروح تدور في الداتا بيز بنفس الاجريسفنس اللي موجود مع الكيستون؟ لا. الاجابه لا، النوفا مع الداتا بيز مش اجريسف خالص مقارنه بالكيستون. الكيستون كل اي حد عايز يتكلم هيرجع لها، فبتضيف عليها ناس كتير بتعدي عليها يعني. بالظبط، هو ده الوضع اللي حصل. فكيستون يعني متعبه جدا للداتا بيز، لكن نوفا مش زي ما انت متخيل يعني. طب معلش سؤال اخير، معلش اتفضل. هو في فرق بين الكمبيوتر والكنترولر؟ طبعا الكنترولر نود عاده اهم حاجه فيها بيكون عليها الكيستون، الكمبيوت عاده بيكون عليها النوفا. طبعا في حاجات تانية بس انا بقول لك دول اهم حاجتين. خلاص؟ تمام. اصل الدوكيومنت بتاع المعلمين دول بيقول لك انستور كومبيوتر. ماشي خلاص، خلينا المره الجايه. ماشي اوكي، اصلا نشوفك بكره ان شاء الله. ماشي يلا، السلام عليكم واشوفكم بكره باذن الله. ماشي، على السلامه. الفيديو بقى اقطعه.